شخص أثار موضوع البيولوجي. نقدر نعرف اسمه؟ والله ما أتذكر بس اسمه معروف. هو يعني راح لألمانيا وكشف المعلومات من هناك واستجوبوا. ألمانيا ولا أمريكا؟ لا لما كشف المعلومات أو أدلى بالمعلومات الخاطئة كان في ألمانيا. في ألمانيا. وطبعا أخذوه. بس هو قبلها كان في أمريكا. قبلها يجوز كان يفاد. بس استلموه سي آي إيه وعليها طوروا الكلام بحيث جورج تينيت اللي هو مدير سي آي إيه لأول مرة يحضر مدير سي آي إيه في مجلس الأمن. وكان موجود بعد كولن باول قاعد وراه يقول انه صدام حسين كان عنده سيارة متنقلة فيها السلاح البيولوجي ووصل الى مدير مخابرات اخر وولزلي اسمه قال صدام حسين شايل جنطة بها السلاح البيولوجي فمبالغات اصلا مستهجنة علميا وهذا كانوا يريدون يلقون ذريعة لغزو العراق.